السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، عندي سؤال لحضرتك. بس تفضل. من زمان في شبابي، يعني في بداية شبابي، كنت منقطع عن الصلاة يعني فترات طويلة. نعم. وأنا الآن الحمد لله ربنا تاب عليا ومن عليا وكده، يعني ايه، هل علي إن أنا أقضي الصلاة دي؟ نعم، عليك أن تقضي الصلوات على الوجه المتيسر لك. على الوجه المتيسر لك، نعم. تمام، يعني كل الفروض اللي فاتتني. كل الفروض اللي فاتتك تقضيها لقول الرسول: دين الله حق أن يقضى. على الوجه المتيسر لك، يعني ممكن كل يوم 5 فروض 4 فروض، على الوجه المتيسر لك. يعني مكان السنة مثلا أو في أي وقت؟ ها؟ يعني الوقت اللي أصلي فيه يكون مكان السنة أو مكان الفرض مثلا؟ على ما تحب، إما أن تنشئ لها صلاة أخرى أو تجعلها كذا. بارك الله فيكم. بارك الله.